السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إسرائيل تعلن دعم خصوم صنعاء في اليمن، وإلى التفاصيل. أعلنت إسرائيل توجهها إلى دعم خصوم صنعاء في اليمن ردا على الحظر الذي تفرضه على مرور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي. وقالت قناة إسرائيل 24 في تحليل لها بعنوان حرب البحار الإقليمية إن إسرائيل سوف تقوم بدعم مجموعات في اليمن وتسلحهم، وغريبا سوف تكون الردود على صنعاء من داخل اليمن، ما يشير إلى تصعيد قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الضالع وكرش بلحج ضمن التحرك الإسرائيلي الرامي لتفجير الموقف عسكريا في اليمن لتخفيف الضغط عليها. ونوهت القناة الإسرائيلية إلى أن صنعاء تقوم باستهداف السفن الإسرائيلية وتريد منع مرورها عبر رأس الرجاء الصالح، وسوف تستهدف الممر البري عبر الأردن، مؤكدة أن صنعاء أثبتت تنفيذ كل ما تقوله. طبعا بالنسبة للحرب الداخلية، هي حرب مدعومة من قبل الأمريكي والإسرائيلي من زمان، من قبل 10 سنين، يعني ما عاد بشتاعي انهم يقولوا عن دعم ولا عن حرب خصوم صنعاء. هي حرب يهودية منذ 10 سنوات، يعني ما بش فرق، ما عاد فرقش معنا، احنا متعودين نحارب في اكثر من جبهة وسوف ننتصر، وسبق واثبتنا هذا الشيء في السابق. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.